من اجمل التعليقات الحقيقه اللي قريتها عن راحل العندليب انه لو كانت هناك سوشيال ميديا في هذا الزمن لاحتل العالم كله بصوته، ولان العندليب عايش معانا لسه في حكايات كتيره جدا بتستحق اننا نعرفها وهنعرفها دلوقتي من ابن شقيقه الاستاذ محمد شبانه. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، الله يخليك. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا عايزين نعرف شويه معلومات عن عبد الحليم اللي كان بمثابه اب ليكو، عن عبد الحليم كانسان ولما لا يعرفه الجمهور عن عبد الحليم حافظ. والله عايز اقول لحضرتك ان عبد الحليم الفنان اللي كل الناس بتحبه يعني جدا وبتعشق غناه وتمثيله وكده، هو عبد الحليم الانسان قد عبد الحليم الفنان ده عشرات المرات. يعني عايز اقول لك انه القلب الحنين جدا الطيب اللي يعني ما يسيبش حد زعلان من حاجه، ما يسيبش حد ما يهون عليه، دايما ما يهونش عليه ابدا دمعه طفل، حد كبير يكون مكسور، لا دايما يقف جنب الناس. وانا بسمع الحاجات دي من ناس ما اعرفهمش، يعني بتصادف مثلا حاجات كتيره جدا، مواقف انسانيه مع ناس انا ما اعرفهمش بيحكوا لي عن عبد الحليم عملها معاهم شخصيا، فدي حاجه يعني عايش بذكرى طيبه وربنا اداله يعني رفع له ذكره كده وخلى سيرته عطره على مر الايام بالانسانيات واللي زرعها فيه سبحانه وتعالى. أكيد. طيب قعدنا سنين نشوف مقتنيات للعندليب موجودة في أماكن مختلفة وعارفين إنها بتاعته بتعرض في معارض مختلفة، ليه مش بنلاقي متحف كامل كده بيضم كل المقتنيات؟ وإيه الحاجات اللي أنتوا هتحطوها في المتحف؟ وإيه الحاجات اللي مش هتسمحوا أبدا إنها تخرج بره الموجودة في بيت عندكم؟ والله أنا الحاجات أبدا مش معارض مختلفة، هو بيبقى معرض واحد تبع الأسرة وإحنا اللي بنروح بيه وكده. إحنا كتير قوي يعني أكيد نفسنا نعمل معرض هنا متحف ثابت لعبد الحليم، ولكن لسه الفرصة لم تأتي يعني. إنما إن شاء الله أكيد هنعمل حاجة كويسة زي بتاعت إلفيس بريسلي وفرانك سيناترا كده، مش متحف يقفل الساعة 4 والكلام ده، لا يعني متحف يبقى فاتح يوم كامل تقضي فيه الأسرة المصرية يوم جميل، يبقى فيه بوكلتس وبيوغرافي عن عبد الحليم، يشوفوا عبد الحليم وقف على إيه وربنا أعواه على اليتم وعلى الصحة التعبانة وعلى المرض والظروف الاجتماعية لحد ما خلاه زرع فيه الاجتهاد والصبر والدأب والبرفكشن لحد ما عمل كل هذه الرساله الفنيه العظيمه، يعني عشان يبقى قدوه للاجيال كل في مجاله. يعني ان شاء الله دي اكيد حطينا في دماغنا وعلى الله ان شاء الله التنفيذ باذن الله. ان شاء الله. كل اغنيه رومانسيه من اغاني العندليب بتعبر عن قصه حب مختلفه، نقدر نقول ان اغانيه كانت رفيقه كل قصه حب. هل كان العندليب حبيب في حياته؟ طبعا طبعا، عبد الحليم كان محب جدا، ويمكن حب عمره الوحيد توفت في حياته ولم يمهله القدر انه يتزوجها. مر بكذا تجربه حب ومحاولات كثيره جدا انها تتم الزواج، ولكن كانت يعني بتقف في النص. يعني عبد الحليم كان انسان مليان مشاعر، بيحب اخواته واسرته واولاد اخواته، بيحب اصدقائه، وافي جدا لكل اصدقائه، يعني واقف جنبهم في كل المراحل، ويعني عايز اقول لحضرتك بني ادم لا يعوض يعني. اكيد. طيب عايزين نقول ان عبد الحليم يعني وفاته عند عمر 47 سنه في عز الشباب، وحياته اللي ما كانتش سهله، وبرغم من كده تصدر يعني كان واحد من اهم المطربين والممثلين في السينما المصريه، برغم ان هو تاريخه في السينما كان يعني 16 فيلم، لكن ساب لنا عدد كبير جدا من الاغاني. نقدر نقول ان في اغاني انتوا بتقدروا تتابعوا كده باي طريقه، ممكن تكون اغاني مش مشهوره قوي، وفي اغاني يعني بتحظى على قبول كبير جدا ما بين الناس. ايه اكتر الاغاني اللي الناس بتحبها، وايه اكتر الاغاني اللي الناس مش واخده بالها منها؟ الحقيقه العكس، انا شفت يعني حتى كنا في موسم الرياض في المتحف ومعرض المسرحيه في عاملين كده جانب كاريوكي كده، الناس بتخش تغني اغاني عبد الحليم باعمار سنيه مختلفه تماما، من 16 ل 90 سنه يخشوا يغنوا حافظين اغاني مختلفه كتير جدا لعبد الحليم. عبد الحليم هو عايز اقول لحضرتك نقل الغنوه من مرحله
العفق والعرب اللي عمال على بطال الى مرحله الاحساس اللي هو من القلب للقلب على طول يعني. وده كان نقله مهمه جدا في حياه الغناء العربي كله، انه يستغنوا عن العفق والقفله ويعصر القفله والكلام ده كله والكلام الكبير والكلام ده. ففتح يعني باب لكل الاصوات الحساسه والناس اللي عايزه توصل احساسها من القلب للقلب. وهو فعلا الى الان الحمد لله يعني ما فيش حد وصل للحكايه دي خالص غير عبد الحليم يعني بفضل الله. العندليب سايب تراث، وتراث مهم جدا يا استاذ محمد، وده صحيح موجود صحيح. وده موجود مع حضرتك سواء في الاغاني او في بعض الامور الاخرى زي في خطابات وفي تسجيلات صوتيه، ودي موجوده مع حضرتك. لو في امكانيه حضرتك تقول لنا التسجيلات دي موجود فيها ايه؟ والله التسجيلات دي عبد الحليم في اواخر ايامه قبل سفره سجل كل حياته وكل ذكرياته على كاسيت، وكمان كان بيكتب مذكراته يعني بطريقه متفرقه من اول الستينات كده واخر الخمسينات، مواقف ذكريات يعني حاجات في حياته كتير جدا عايز يعبر عنها باحساسه، فكتبها وسابها يعني وكده. والحاجات دي يعني حاجات بيعبر فيها عن احساسه الداخلي جدا بكل موقف يمكن هو حب يعبر عنه. واكيد ان شاء الله لو فيها حاجه ممكن ننزلها، اكيد ان شاء الله هننزلها باذن الله سواء صوتيه او سواء مطبوعه عشان الناس تشوف عبد الحليم كان بيحس ازاي. صحيح. تعاملاته مع الناس، مواقفه المختلفه، وان شاء الله تنزل تظهر للنور ان شاء الله. احنا شفنا طبعا اكتر من شخصيه مثلت دور الفنان عبد الحليم حافظ، شفنا شادي شامل وقتها كان عامل يعني المسلسل ضجه فيه، دلوقتي كمان كلام عن ان مينا مسعود بيبدي رغبته في تجسيد دور العندليب، هل فعلا في خطوات علشان الحلم ده يتحقق؟ والله احنا كل ده كان قبل ما نعمل ما يحصل المسرحيه ويظهر الفنان الشاب محمود الغندور اللي هو عايز اقول لك انه احسن واحد عمل دور عبد الحليم الى الان يعني اداؤه ابهرني. ولد شاب شبه عبد الحليم جدا، مش عايز اقول لك انه شبهه بس في الشكل، لا هو شكله شبهه في الروح، ومتقمص جدا احساس عبد الحليم وحركاته وادائه يعني ابهر الناس، خلاهم يبكوا بالدموع ويضحكوا مع المسرح ويبكيهم بقدره رهيبه جدا. فانا يعني مع احترامي للاستاذ مينا والاخ شادي يعني ما كانش الاداء بتاع الاستاذ شادي كان خارج الخدمه خالص، انما محمود الغندور بصراحه بني ادم فنان شارب عبد الحليم. لما بقعد معاه بره بحس انه عمي يعني، عمي شاب صغير كده وحاجه جميله جدا. فان شاء الله يبقى ليه دور لو حصل مسلسل او فيلم باذن الله يبقى ليه دور عبد الحليم ان شاء الله، وزي ما متعنا في موسم الرياض ان شاء الله يمتع جمهور عبد الحليم كله حوالين العالم باذن الله. اكيد. الأستاذ محمد شبانة ابن شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ، شكرا جزيلا لوجودك معنا.